سبحانه وتعالى. السلام عليكم. اولا تنشكر قناه الفجر على هذه البادره. حنا اخوتي المغاربه كنتواجدوا حاليا قرب المرصى ديال القنيطره، وبالضبط من حدا الواد ديال سبو قرب شاطئ مهديه. اولا تنقدموا تعازينا الحاره لعائله البلوي ميلود اللي كانوا غرقوا له جوج بنيات يوم الاربعاء هنا بهذا الواد هذا، باش نحطوا الناس الصوره. كان هذا السيل بلوي ميلود كان يعني يوم الخميس ينوي السفر الى مدينه الصويره. يوم الاربعاء اقترح على العائله ديالو، قال لهم نمشيو نقضيو اليوم في شاطئ مهديه. مشاو لشاطئ مهديه فاذا بهم كيوجدوا شاطئ مهديه ممتلئ عن اخره، درجه انهم ما لقاوش فين يحطوا حتى السياره ديالهم. في الطريق الى العوده قالوا انهم يمشيو بحالاتهم. في الطريق الى العوده بان لهم الناس هنا كيعوموا هنايا، والناس كاينين دايرين باراسولات وجالسين هنا. اقترح على الوليدات ديالو قال لهم نهبطوا يعني نتبردوا شويه ونعوموا شويه ونجلسوا شويه. هنا كانت الفاجعه اللي هزت ساكنة مدينة قنيطرة وهزت المغاربة يعني، وتهز لها يعني جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان واحد التفاعل كبير اللي هي انه عند الوصول ديالهم هنا لهذا المكان هما ربعه ديال الوليدات، عنده جوج وليدات وجوج بنيات. الوليدات الصغار ما استطاعوش انهم يعوموا، البنيات هبطوا، بنيه عندها 12 عام وبنيه عندها 14 سنه، هاجر ومريم. ما عرفناش حنا بالضبط شنو الحيتيات، بالضبط شنو وقع. البنيه اللي عندها 12 عام يعني غرقات، تبعاتها البنيه الاخرى اللي عندها 14 عام. احد الناس هنا المصطفي اللي تدخل يعني كنشكره حتى هو، يعني الناس مساكن داروا اللي عليهم، جبد البنيه اللي عندها 12 عام، ولكن البنيه اللي عندها 14 عام تعذر على انه يجبدها. البنيه الاولى تجبدت ميته، ولكن الثانيه لحكم ان الوزن ديالها على ما اظن كان ثقيل. هذا الشيء اللي قالوا لنا احد الضحايا ديال الهالي، احد اقارب ديال الهالكه، انه عند محاوله هذا الشاب انه يجبد البنت تعذر على ذلك وجبد البنت الاولى. دابا الغايه خوتي من هذا الفيديو والهدف ديالنا التواجد ديالنا احنا كجمعيات مجتمع مدني هو اننا نوصلوا الصوت ديالنا للناس المسؤولين، باش يكون لانه من نهار الاربعاء والبنت بقى ما تلقاتش الضحيه الثانيه، الغريقه الثانيه، يكون واحد التفعيل جاد من طرف الناس المسؤولين لي يعني باش تكون عمليه البحث جاده، ويكون عندي واحد التكاتف وتضافر ديال جهود الناس المسؤولين وبالضبط الناس ديال الوقايه المدنيه. لان هذه البنت هذه الناس مساكن راه بحرقه. تخيلوا معايا اخوتي المغاربه، هذه البنيه الثانيه هاجر مريم اللي دابا باقا ما تجبداش، باقي ما عرفناش المصير ديالها. بغاو الناس مساكن غير الجثه ديالها، انهم يشوفوا غير الجثه باش تبرد النار ديالهم ويدفنوا البنيه ديالهم، يعني حتى هما تبرد ديك العافيه اللي شعله فيهم. هذا هو الهدف اخويا، هذا هو الهدف بصراحه. انا كفاعل جمعوي علاش جيت لهنا، هو انني بغيت نوصل صوتي للناس المسؤولين بصراحه، وتنقول حتى الناس هنا انها تكون حملات تحسيسيه ويكون واحد المنع، لان هذه الاماكن مثل هذه الاماكن غير محروسه وغير امنه يعني للسباحه، يعني السباحه فيها تشكل خطوره على الناس، يعني الناس الكبار ولا الصغار. هذا الامر هذا راه امر خطير، خاص الناس المسؤولين يكون يعني واحد الالتفاته ويكون يعني واحد التدخل حاز بشان هذا المشكل هذا، لان اماكن بحال هذه غير محروسه، على الاقل تكون حراسه هنايا، لان الناس مساكن تما الله يحسن العون كيتحرجوا مع وليداتهم، ما كتلقاش فين دي وليداتك، يعني انسان كيجيب ولده هنا. حنا واحد المساله دابا هنا ما نحملوش بات هاد الضحيتين مسؤوليه، لانه حنا غنحملوا مسؤوليه، هو المسؤوليه ديالو هو انه تخيل احد الناس هنا اللي كان حاضر ذاك النهار قال لي واحد الكلمه، اقسم بالله لما هذا الشيء يحس في النفس، قال له واش غنقول لمأمولة الدار، يعني جبت بربعه الوليدات جوج بنيات مشاو ليا، يعني واحد الحاله يعني لا يرثى لها اللي فيها اللي كيعيشوا هاد الناس اللي ديال الضحيه الاقارب ديالها. صراحه كنطلبوا الله يرزقهم الصبر، وراه كل نفس ذائقه الموت من هذا المنبر، يعني كنطالبوا من المسؤولين وكنناجدوا المسؤولين بتدخل عاجل وتفعيل لهذا المسطره ديال البحث، يعني الناس الوقايه المدنيه، يعني انهم يقلبوا. حنا يعني استشرنا مع الناس، يعني بعض الناس قالوا لنا ودي البحث في هذه الاماكن كيكون يعني كيعرف واحد الصعوبه، ولكن هذا ما كيعنيش باننا حنا ننزلوا يدينا واننا نسدوا هذا الملف. ويا كنا جالسين بحرين هنا كاملين، قبل منها بعدها هي غرق واحد الدري في هذه البلاصه، قبل منها هنا غرق واحد الدري جبدناه هذاك تنقد، بقينا مريحين هنا، وصلت 6:30
وصلت 6 ونص ديال العشيه، دراري ولاد البلاد ولاد الدوار كلشي طلع، دراري ولاد البلاد كلشي طلع فحال، بقى شي فئه قليله ديال الدراري هنا. 7 ونص وصلتنا الخبر الفوق بان راه البنت غرقات، هبطنا عملنا عليها انا وعملنا الدراري ثلث ساعه وهي تحت الماء، وجبدناها. ملي جبدناها هذيك الساعه راه البنت ميته، وكاين شي وحدين كيقول لي راه ماتت في الطريق، ماتت في السبيطار، وكنطلبوا من الله عز وجل نشوفوا البنت الثانيه راه مازال ما خرجات، وكنطلبوا من الاهل ديالها وحبابها متواهم الصبر، هادشي اللي غنقولوا اخويا.